للحديث حول بدء تأثيرات الحالة المدارية في ولاية سدح بمحافظة ظفار ينضم إلينا مباشرة من هناك محمد بن عبد الله المهري. محمد، كيف هو الوضع في ولاية سدح الآن خاصة مع بدء تأثيرات الحالة المدارية؟ أطلعنا على آخر مستجدات الحالة. أهلا خلفان، ورحب أيضا بالمتابعين الكرام. خلفان، اليوم عندما نتحدث عن بداية أيضا هذه التأثيرات لهذه الحالة المدارية هنا في ولاية سدح، نتحدث أيضا عن الإصدار أيضا السابع الذي كان في الرابع مساء، والذي تحدث عن ابتعاد أيضا هذه نقول الكمية أيضا الماطرة عن ولاية سدح تقريبا 140 كيلومتر. وبالتالي منذ الصباح كان هناك الاستعداد من خلال اللجان المختلفة، لجنة أو فريق القطاعات للتنسيق للحالة المدارية بشقيها أيضا المدني والعسكري. تم هناك عقد اجتماع برئاسة سعادة الشيخ والي سدح وتوزيع المهام أيضا على القطاعات المختلفة، وبالتالي كان هناك أيضا توزيع للمهام ومتابعة أيضا مدى التنفيذ لهذه القطاعات المختلفة. كنا أيضا في زيارة أيضا لنيابة حاسك، وتأكدنا أنه كثير أيضا من الأهالي الذين كانوا يقطنون في بعض الأماكن القريبة أيضا من البحر تم مباشرة التنسيق معهم لأخذ الحيطة والحذر. نتحدث عن نيابة حاسك، هذه النيابة التي تعتبر منطقة صيد أيضا بمركز، ومعظم أيضا السكان يرتادون البحر هم متوقفين أيضا في هذه الحالة المدارية. أيضا أصحاب الماشية، أصحاب الإبل تم التنبيه معهم أيضا من خلال الأودية المختلفة والتنسيق أيضا مع الفرق المختلفة. مستشفى سدح مشاهدي الكرام في مدينة سدح هي في مكان منخفض، وبالتالي يتم نقل أيضا الخدمات الصحية في مكان آمن هنا في مدينة سدح، ويتم أيضا نقل هذه الخدمات في جانب آخر هناك في مركز جوفا. هناك تحديد أيضا لأماكن الإيواء، نتحدث عن مدرسة سدح القثاني هنا في مدينة سدح، ثم في جوفا مدرسة أيضا البنات 1-12، بالإضافة إلى مدرسة حدبين صوب ومدرسة حاسك في حاسك. قبل تقريبا ساعة ونصف من الآن أثناء مرورنا أيضا من حاسك إلى مدينة سدح كانت هناك أيضا أمطار من منطقة حدبين وصولا إلى جوفا. هذه اللحظة أيضا في هذه الثواني هناك زخات أيضا من الأمطار، لا زال أيضا لا زالت الأمواج أيضا مرتفعة بنسبة 4-7 أمتار. يهمنا أيضا في كل هذه الحالة المدارية أن يكون هناك استيعاب أيضا للأهالي والإنصات جيدا أيضا للمؤسسة الرسمية من خلال نشر الأخبار والتعامل معها، بالإضافة إلى أنه القطاعات تقوم بدور أيضا كبير جدا، شرطة عمان السلطانية، الدفاع المدني، قوات السلطان المسلحة، قطاعات أيضا الإيواء والإغاثة. إلى الآن لازالت الأمور ولله الحمد مستقرة نوعا ما، ولكن الحالة المدارية ربما أيضا بدأت أيضا في التأثر. هذا ما لدينا أيضا لإيصال هذه المعلومة مباشرة في هذه اللحظات، وأكيد سنكون معكم أيضا مشاهدي الكرام في حالة إذا جد جديد أيضا وتطور هذه الحالة المدارية، ونتمنى من الجميع أخذ الحيطة والحذر أيضا وعدم التهاون بهذه الحالة المدارية وعدم أيضا عبور الأودية أثناء الجريان، ونتمنى للجميع السلامة. إلي خلفان. إذا من ولاية سدح كنت معنا محمد بن عبد الله المهري، شكرا لك.